صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. اللي يذكر قبل سنتين وعليها، ترى أخذنا سنتين ونص تقريبا نشتغل في المحل، أعلنت لكم أن احنا راح نسوي مشروع، راح يكون شراكة بين أعضاء الجروب، والمشروع أولويته كذب قلتها وأنا صادق وربي يشهد علي. ودليل كلامي أنه أنا تعبت على المحل هذا سنتين ونص عشان يصير محل يليق فيكم ويكون فعلا مختلف. اخترت أفضل مصممين على مستوى المملكة لتصميم ديكور المحل، ووفرت لهم كافة الإمكانيات عشان يشتغلون شغل ولا غلطة، والكمال لله سبحانه وتعالى. هذا أساس اللي راح يقوم عليه إن المشروع لكم أنتم متابعينا. أقسم بالله العظيم أني ما قلتها لا نفاق ولا رياء ولا مجاملة ولا اليوم يا جماعة الخير، وربي شاهد بعد صلاة الفجر الشباب رايحين جايين علي، الشباب اللي ماسكين الكافي مو برابعي، الإجارة حقت الكافي، كل شوي يجيني واحد يحاول يقنعني يقول لي ترى الأسعار اللي حطيتها أسعار جنونية، أسعار راح تعرضك للخطر، الأسعار اللي أحس إنها راح ترضيكم. وأعتقد والله أعلم إن الأسعار اللي حطيتها ما راح تشوفونها في السوق نهائي، أسعار نابعة عن عدم خبرة. قسم بالله العظيم جابوا لي قائمة الأسعار شطبت عليها كامل، حطيت أسعار من رأس، ويمكن تحصلون نفس السعر بس مو بنفس الجودة. كيف؟ الحين بعلمكم كيف. الله يشهد على كل كلمة جالس أقولها، ركزوا معاي، ركزوا معاي يا جماعة الخير. أولا اليوم لما جابوا لي الشباب القائمة وعدلت على الأسعار، الأسعار اللي حطيتها أسوأ كافي وأسوأ قهوة وأسوأ خدمة في السوق كامل، يمكن سعره نفس سعري أو أعلى. والله العظيم شباب اليوم سعر مناسب عشان يكسب العالم، بس منتجاته لك عليها، محله لك عليه. أول شيء المحل مثل ما أنتم تشوفون من أرقى المحلات على مستوى الحسا، مميز ومتعوب عليه خارجيا وداخليا. أما القهوة فأفضل ثلاث شركات في السوق السعودي في القهوة، اخترنا واحد منهم، اي والله العظيم أجود أنواع القهوة. أما الماكينة تصنع يدويا، ايش يميز الماكينة هذه؟ قوة الاستخلاص، يعني اللي يبي يشرب قهوة تجيب راسه صح تعال. قائمة أسعار صدمتهم فيها أنا. إضافة إلى ذلك يمكن يجي واحد يقول مرتضى جاء، أما ماكينة القهوة هذه لحالها حكايتها حكاية. يلا يا متذوقين القهوة تعالوا ننتظركم، إن شاء الله تنال على أعجابكم. الماكينة هذه يا جماعة الخير العدد المصنوع منها على مستوى العالم عدد محدود جدا جدا جدا، يمكن في المملكة كاملة ما في زي الماكينة إلا ثلاثة أو أربع حبات في المملكة كاملة. ليش؟ لأنها تصنع يدويا. إحنا انتظرنا سنة وعليها سنة ونص تقريبا على ما جاتنا الماكينة. جيبوا لي كوب يا شباب، جيبوا لي كوب مع المزاز، حتى المزاز، مزاز اللي تشرب فيه مزاز مميز مكتوب عليه اسم المحل، يعني جايب لكم أرقى أنواع الأكواب الممكنة ومستوردها من برا ترى. وأيضاً خذت قرابة السنة على ما جهزت طلبية الأكواب، يعني أنا من فوق السنة وأنا شقال على الموضوع. أما الحلى والمنتجات والحليب فمستخدمين أجود أنواع الحليب، والحلى شقالين لكم على أجود أنواع الحلى وبأقل الأسعار. الأكواب تعالوا بتشوفون تميزنا في الأكواب. الكوب حق المهيت والمشروبات الباردة إذا شربت فيه تقول حرام أرميه، تنافسية وجودة وفخامة كله جمعناه لكم في محل واحد سميناه داني. شوف الكوب يا سمسم شالبويل أقول لك خلك متحمسين أمانة يا سمسم. شوف الكوب، شوف الماتيريال، شوف الجودة. للأمانة قدر استعمل 10 مرات. اي شوف الكوب يا جماعة الخير تقدر تشرب فيه بطريقتين، بأخر شوي عاد تقدر تشرب فيه كذا وتقدر تشرب فيه بالمزاز. شوفوا المزاز، حتى المزاز عليه الشعار داني.
نطلع بشيء يليق. يريكم. يريق بالحسة كاملة. يريق. يا جماعة. أيوة. يعني يا جماعة الخير والله العظيم التفاصيل الصغيرة جالسين ندقق عليها عشان. أما موعد الافتتاح راح نستقبلكم بإذن الله تعالى من اليوم الساعة 4 العصر اليوم الجمعة، أول يوم راح نستقبل طلباتكم. الله يحييكم. ولكن افتتاح تجريبي. كيف تجريبي؟ احنا جاهزين بنسبة 80% او يمكن اكثر. ملاحظة تعطونا اياها نصلحها 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 الين نحاول نوصل لأعلى جودة ممكنة، ثم نعلن عن الافتتاح الرسمي. فمن اليوم تعالى نتصرف معاي هالاسعار ونخليها مب مؤقتة، نخليها على طول اسعارنا ثابتة. هلا حبيبي. الله 80% بس الافتتاح التجريبي، يعني ما في حفل. ايش الغايه من الافتتاح التجريبي؟ احتراما لكم، انه عشان تجون لو في يوم المحل مفتوح 80% من اطباقنا ومشروباتنا متوفره. الله يحييكم. والاسعار حطيت لكم اسعار فيها مغامره. ادعوا الله سبحانه ديكور مناسب للطلاب اللي يحضرون، اللي عنده عمل يجي يجلس هنا على المقاعد تشبه المقاعد الجامعيه مقاعد الطلاب في الجامعة. وفي بعد عندنا جالسة بعد، عندنا جالسة هنا قائمة على الزروع. أيوة. قائمة على الدوار. هذا كنب للي يحب جلسة الكنب. نموذج آخر من الطاولات هنا. المثلث. أيوة. أما هذا المثلث يعتبر أيقونة المحل، وتقدر تجلس على المثلث وتتقهوى على كيف كيف. وفي شجرة. ترى ازعجتنا انت تشوفون العالم. ممكن بس انت اللي تبي تتكلم، ترى لي حق. جماعة الخير، هذا الركن اول ما تدخل الكافي هذا خاص للطلاب، راح يجهز بعدين، راح نحط لهم ايبادات وراح نسوي لهم. وهذه جلسات تقدر تقول عنها جلسات سريعة. وفي طاولات مصقرة. وفي طاولات مصقرة. اما هنا فنموذج شو رايكم؟ على كيفك وصراحة ان شاء الله ان شاء الله هذيتنا خلاص. اما ذي الكراسي يا جماعة الخير ما كانت في التصميم، هذه ابتكرناها في اخر شيء، حتى المصممة زعلانة تقول ليش تحطون الكراسي دي. بس ابي اخذ رايكم فيها. هذه الكراسي تعطيك طابع مو برسمي، يعني كأنك قاعد متكي. اينا. ما كأنك في كافي. والزين فيها انها تتحمل. تصدق تتحملك؟ ادري. اقعد عليها. لا 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 تتحمل تتحمل. لا لا ما يطيح السقف. راح راح راح. يلا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله يا رباها يا الله. تتحمل زجران. وعشان اثبت لكم انها تتحمل زجران تقدر تقول عنها برايفت. يعني اللي يبي شيء خاص هو زوجته تقدر تجي تجلس في الأقواس. هذه الأقواس جميلة مسوية بطريقة المحراب. دليل يا أبو دويش إنها تتحمل. دف زجران دفه 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 دفه. إيه 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 إيه. لا لا ما يطيح. ما عليك ما عليك. قوية قوية يا أبو كيان. تتحمل تتحمل أقوى أقوى أقوى. آه كيف عندك 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 أول هوشة أول هوشة في الكافي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. خلاص 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 نكمل. تعال يا أبو دويش. أما هذه الجلسات طاقم حقنا من الشباب السعوديين اللي والله العظيم أنا أفتخر إنكم تشتغلون معنا صراحة. في أيام معدودة أعطيت تونا نبذة عن إبداع الشباب السعودي في أي مجال يدخل فيه، وأنا والله فخور فيكم. وأنتم مو بموظفين عندنا، أنتم شركاء معنا. ما في أحد قاعد يشتغل عند الثاني، أنتم شركاء. إحنا معاكم نبي نحقق شيء مختلف. نبي الشخص اللي يدخل محلنا يحس إنه داخل في بيته، نهتم فيه اهتمام كأنه أبو البيت. جاهزين للافتتاح؟ جاهزين. كيف المعنويات؟ عالية. بنبيض الوجه إن شاء الله؟ بنبيض. بلاك نايت معروفة على مستوى السعودية ومستوى العالم. حلو. البلاك نايت ومن أنواع البن جودة عالية جدا موجودة عندنا هنا، وإن شاء الله قهوة وجودة ماكينة وجودة بارستا
وباذن الله تعالى راح نوصل للج... ها اذا محتاج المتذوق ها حبيبي سلام بنعطيهم اعلى جوده حاتم من اقدم الشباب في الباريستا كيف القهوه المستخدمه عندنا يا حاتم طبعا موجوده عندنا نقدم لجميع متابعينك افضل محامص و... يعني ما عليه واضح اللي تبي تواصله والله جوده قا... تكلم عندك كلمه بدو ايش وخر شوي وخر وخر شريك تدري شريك من حقه تفضل صب الصدود شكرا شوفوا يا شباب انا ارجو منكم اول شيء ما نبدا في الكافيه يجون زباين الابتسامه حاول تبتسم حتى متخانق امرتك انا هنا وخليك مبتسم متخانق ويا واحد من ربك الابتسامه مهمه الكافيه لا جيت تحمص الكافيه طالع فيه ما بالكافيه يلا بس قهوه حمص القهوه ايه ايه طالع فيها اذا شفتها متحمصه وصايره حمراء في وجه حاتم لكن اذا شفتها متغير ولا شيء وانتبه اهم شيء الزبون يضيع تمسك فيه كذا يطلع مشروب ويمشي صح يرجع صح صح يعني زي الحين استقبال العصريه العصريه مثلا تجون المحل يكون نظيف وتحافظون على نظافة المشروب الثلوج الكثيرة ترى قام يخوها خلاص 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 اكتفي خلاص وصلت فهمتوا يا شباب فهموا فهموا كل اللي تبي توصله شوائب يقول تنظفوا المشروب من الشوائب اي شوائب يا ابوي ايش دخل الشوائب شوف كيف ما شفته يسوي الحركات يفشل يمهم ترى انا شريك صح ولي حق اتكلم صح صح على كيفكم تلعبون واو شريك في المحل وكثرة الطير ينهان في المحل عضو مؤسس انهان في محله وعقاله طرف السم اذا انت شريك كان مدير هنا مدير انا مدير هنا بس فكره البس عندك لا 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 يا ساتر قزاز 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 إيه هذا أحسن عقاب حق زجرة هذا أحسن عقاب حق زجرة توحش بدويش أوف أوف الله عليك أقوى أقوى عطى عطى إيه إيه يا سلام اي اي كفو بدويش كفو كفو عندك 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 زجران ما يدخلوا المحل ما يدخلوا المحل انتوا يوم ما تدخلوا المحل اطلع طلع نطلع احنا تعبوا نشتغلوا ما انا ما طلع طلعهم برا طلعهم برا محمد ويا سعد وطلعهم برا بدويش وزجران يقول شريك رجع لنا 15000 فك الله 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 عميد العائلة عميد العائلة شايف لك حال انت العميد قوم الله يخرب شاركم كسرت وين تبديه هو نشتغل ونتعب طلع طلع انا اقول لكم عقله يلا مره يلا شو رايك يلا 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 طلع سامي طلع سامي بعد تستاهلون كلهم 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 ما بطلع عن شريك والله بسنت شريك بسنت بواحد طعن اسمع يا حبيبي شريك تكسر معها كسر المحل الرجال قاعد يتحرف فيه وتحرف فيه خلاص زين انا اقول يا اخوي سمسم ترى اللي شب الفتنه يا اخوي باسم ترى مو بزجران ولا بدويش بدويش وزجران تهوشه بس اللي شب الفتنه سمسم والله ايه بس ما تعيدونه مره ثانيه ما تعيدونه يا بدويش ما تعيده مره ثانيه خلاص وتتعهد انك ما تسوي شيء في المحل ها ما بسوي تعال افتحنا تعال اسمع ولد انا عميد العائله انا عميد انا طهيت انا طهيت ها وانت قاعد طالع تضحك بعد انا عميد العائله عميد العائله وكبره على الحرام عطرت بحجة عميد العائلة عميد العائلة في بيتكم أنا أنا في كل محل إذا ما تدري علمك شاء أنا عميد في كل مكان إن شاء الله أي نعم خلاص والكل يقدرني بس أكلمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلاص خلوا يتكفوا لا 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 اسمع اسمع كان
اسمع يا زجران ويا اخوي سمسم ويا ابو دويش، تجون هنا تصيرون عاقلين ولا يبا لا تجون؟ كسرتوا محلنا يبا. مرتضى مو بعاجبك؟ والله ما عاجبني. ها؟ ابو دويش تجي هنا ما تسوي لنا مشاكل. خلاص خلاص انا اتعهد باني لجيت هنا في المحل اكون مهذب. ايه. واكون نادر مناسب. وشكرا. برافو عليك. يحترمون الوقت المناسب في الخناق المناسب واضح. امشي العمل وبعدين يعني اذا وقف العمل ترى ما بانا اتحسب فيه. ايه؟ رجاء رجاء من كل الشباب انهم يحترمون الوقت المناسب في شلون في المكان المناسب. ايه زين جيب لنا وقت مناسب ونتخانق فيه. يلا يلا شباب نأجل هوش المزرعة. زين ابوي انا ما في هوشات، انا ما انا محل محترم. عندك عندك باسم باسم باسم. ما شفت بالخرابي، خلك عادل وامورك طيبه. ايه خلاص يلا باسم 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 عندك. خلاص والله ما علي ما علي، خلاص ما يدونا مره ثانيه. باسم 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 شو تسوي؟ اشوف اذا يطلع فيها زي شو اسمه الغبار ولا لا. يلا يلا الله يعينك الله يعينك على الاداره دم. والله وصلوا خلصوا. مسكي 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 ما شفت الطريق. لا ما يشوف عصافير كناري. ما شاء الله. يلا يلا خلي خلي يا الله تبارك الله، هذا الكوكيز يحضر على طلب الزبون. ما عندنا كوكيز، كل شيء فرش كل شيء فرش. شوف حبة الكوكيز ذايبة ذايبة طبعا ما نقدر نلمسها الآن. لين محترمه. ايه وثانيا شيء فيها علامه الجوده. ايه دي ايه دي حر حر. اصبر 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 خل خل شوي تبرد عشان تاخذ قوامها. يلا حط وقف بعيد عنها. طبعا هذه علب الكوكيز، شفتوا علب الكوكيز يا جماعه الخير؟ يعني الكوكيز يقدم بافخم طريقه ممكن. والله نيك. ايوه والله نيك. تفتح وتاكل كوكيزك بكل اناقه، خل عنك الاناقه. شوف ايوه ما شاء الله. الله تبارك الرحمن. طريقه شايك طريقه تقديم محمد امانه عطني رايك. انا رايي انا اصلا تعبتهم من كثر ما اخليهم يسوون. طبعا يا جماعه الخير في معلومه، جربنا كوكيز كوكيز جاهز. جرب الكوكيز يا سمسم ما شاء الله. قصها بالنص مع ان ما اتوقع انها تنقص لانها فريش، بس بحاول اقصها بالنص. الله الله. بدويش ابيك تشوف طرواتها، اشكال عديده لين وقعنا على هذه الخلطه. طريه في نفس الوقت مقرمشه من الخارج وفيها ريحه عجيبه. ها كيف الخير؟ الكوكيز ميكس بين شوكولاته بالحليب وشوكولاته داكنه. ايوه الشوكولاته بالحليب والشوكولاته الداكنه. شلون سمك يعني ميكس مكس. شوف فيها نوعين من الشوكولاته. جاهز يا سمسم؟ جاهز يلا. بعضهم اذا اكلت اكثر من حبه تغثك في ما تغث. هلا حبيبي هلا، نبي نعرف الناس. هذا ايش؟ هذا فلات وايت. فلات وايت صحيح. هذا عندك اللي هو الاسبانيش لاتيه. اسبانيش لاتيه، ايش يميز المشروبين ذا ليه عندنا؟ هذا الفلات وايت يا طول العمر يتقدم على حراره 60. حلو. وعندك يا طول العمر كميه الحليب تكون قليله والفوم كميه قليله برضو. حلو. تمام. عندك الاسبانيش لاتيه معروفه هذه الكل يعرفها. حلو. تمام. والفوم حقه نورمال. بتجي لك مشروبات ثانيه برضو. يلا يلا يلا. ها شباب من اللي يبي فلات وايت؟ تعال امسك. يلا لا تبقق عيونك، تابي سام يا ابو سام. بققت عيونك لين قلت بس. اشرب اشرب سناب شلاتيه يا جماعتي.
تعالوا يا جماعة الخير وراح بإذن الله تعالى تشكرون جودة. إيش بنستفيد ثانية؟ شو بقول لكم شغلة، شغلة كلمة واحد واثق، إذا جيت وطلبت المهيت والباشن فروت وما عجبك قل لهم خلوا الحساب على مرتضى. شيء خطير قوي يفوز يفوز يفوز. الباي 60 ذا يا جماعة الخير قدم بارد وحار، أقول سعره خلوها مفاجأة وتعالوا صدمة عشاق الفضاء. والله بقى لذيذ البذرة اللي فيه، البذرة ذي الرمان قصدي، الرمان والفواكه اللي فيه قوي هالمشروب يا جماعة الخير. ظهر انتعاش بيصير لذيذ. شو اسمه؟ السفليز. هلا هلا بوبوي، هذا عاد حكاية. الباشن فروت قوي 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 يا جماعة. أبفتح الحين هذا بالخصوص، ما أبي أشربه بمزاز، أبي بدون. هذا اللي إذا قال لك يسرسح، هذا إذا قال لك يبرد على القلب. شفتوا يا جماعة الخير؟ والله يبرد على القلب. عاد إلا هذا ما أعطيك. العصرية لازم تشرب لك زيدون. جاي هالكون من العمل. مرة هنا وسرسح. جماعة الخير لعشاق الكركديه. الكركديه. تعرفون الكركديه؟ الكركديه معروف ويقولون له فوائد، يعني من مشروب طبيعي. طلعنا لكم آيس تي خوخ من الكركديه، هذا بعد يسرسح. يا سلام. في طعم. أخاف أمدح يا جماعة الخير تقولون عشان المحل محل. تعالوا جربوا حكمة. والله لذيذ، والله. شوف إذا جيت وطلبت هالمشروب ذا الباشن فروت وما عجبك قل لهم خلوا الفاتورة على مرتضى، لأن مرتضى قال في سناب انتعاش. يعني أنا تعبان شاي تروي بعد المشروب ذا كذا. وينه؟ أيوة هذا يا جماعة الخير. خلنا نتكلم سرسح. يا سلام. ليش الشباب يجيبونها بدون غطاء؟ لانه هذا حالاته تشربه كذا، تشربه كذا بدون غطاء عشان الرغوه هذه تعطيك انتعاش وانت تشرب، تتلذذ بالرغوه. لذيذ لانك شربت قبل بنفس النكهه، نكهته غريبه ما اقدر اوصفها لكم يا جماعه، لكن غريبه. سام هذا الريمكس برد على قلبك بعد عمري. هذا اسمه ريمكس، تعالوا جربوه راح يعجبكم. قوي 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 ترى، يمكن من 20 او 25 مشروب صفينا لكم على 5 او 6 بس. والله كذا كيف عذب من كافي لا كافي يشرب مهيتات. كيف والله خاش، والله خاش. شو اسمه؟ ريمكس. ريمكس خاش. ريمكس الله سامي لصق دامي لصق دامي. والله قوي يا عمري عليك. والله قوي اللي دقتك ذا لذيذ. والله من شاف وجهك كنت تسوق لما حد بيشتري. والله اما هذا الازرق، هذا وش اسمه؟ توت ازرق. ايوه هذا توت ازرق. للامانه انا والله ما جربته، فاخلي واحد من الشباب شاق المهيتو هذا المشروب اسمه ريمكس، تعال وقل لهم عطوني ريمكس. هذا الريمكس. افتح تعال شكل تعال يا بعد عمر. هذا وش اسمه يا باسم؟ قبل ما تعرف اسمه يا مريضي بيري. هذا اسمه بيري. هذا مكوناته ايه؟ اعطينا الانطباع. الله يبيضك. تعال هذا مهيت الرمان. تعال يا بعد عمري النوري تعال. صبرت لكني بعطيك شيء طيب الخاطر. تعال صبرت وفرت. سم برد على قلبك. خيرة وحيرة. أنا هنا بإذن الله في الكافي عندنا راح تحتارون وش تأخذون من المشروبات الباردة. ساعة واحدة ونص. إيش كيف الأزرق يا بدو؟ إيش أيوة. والله جامد، والله جامد. كل ذيلي هل عندهم اصفطهم على جنب وحط لهم المقدمة. تعال
تبون خلنا اختصر الكلام خلنا اختصر الكلام خلنا اختصر الكلام اختصار الكلام يقول المثل درجة الحرارة 50 تعال مشكلة مسكرين احنا 1:30 الظهر استريح بس تعال 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 ابي السكنتشر وينه هذا السكنتشر مشروب المحل هذا المراهن عليه هذا نراهن عليه قهوة باردة إذا جيت وما عجبك أيضا قل لهم خلوه على حساب هذا البستاشيو اليوم الصباح وين أخوي جيتكم المزرعة فيه جيتكم مزرعة رحت لهم مزرعة راح نتعبكم بإذن الله في المشروبات وإن شاء الله تنال على إعجابكم إن شاء الله نوفق ها عندك عندك شوي شوي كيف كم تعطي من 100 كم تعطيه من 100 100% ده أراهن عليه عليك بالعافية نتشر هذا اللي يجي يجربه وما يعجبه يقول خلوه على حساب مرتبة عطوني البستاشيو سبانش لاتيه صباحه في يدي بستاشيو جيت اليوم الصباح وقالوا لي جرب ما قدرت قلت لهم سووا لي واحد وخدته معي كيف البستاشيو ايضا عندنا مشروب الزعفران على زعفران طبيعي وين مشروب الزعفران هذا الزعفران عندك عندك من حمد ابو عبد العزيز ولد عمي اشوفك مشغول انا قاعد اكتب اشعار وذا المحل حق اللي بكتب شعور اخذ فضاوه واخذ هدوء وراح تبان تكتب قصايد قصايد شفت كتبت قصتين واحد حق يقول خلي الركن ذا حق الشعار يقول سمعني قصيده من حق بدويش اللي لا لا اللي حق بدويش بدويش الرجول عده رجال مثله واعتز به لانه رجال وافي وافي بكل الرجول ومعادينه القلب يدعو له لانه وافي وافي بكل التمام والكمال لبدويش حب ما له مثيل لانه وتألقي وتروح بدرام ايش واحد عقرب الحلوين بدويش وريم الحلوين ايوه وانا جدار قدامك جات بباري دي اشوف سمعني شيء جيته ما يرد خايب ابد عطني ريم الحلوين عطني ريم الحلوين بدويش بدويش مو بكفو مو بكفو مو بكفو تمسك كفو يا ولد عم مو بكفو تكتب بي قصايد ليش بكفو لا اتصلت عليه قلت له يمرك عند البيت يمرك اوقات يعني مو بكفو اقعد احترم نفسك اسمع اسمع ولد عمي طالبك طالبه بيك تجلد بدويش جلده يا بدويش ليش انت معدوم الضمير كلك رزيل وبخيل ما عندك في الكرم تكاريب الله عليك عندك عندك لا لا تكتب تقليب وتشوف ايش بسوي لك خلكم من هناك خلونا في الاهم تعال شنو هذا؟ ماتشا 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 لاتيه هذا الماتشا ماتشا لاتيه الماتشا زي ما الناس يعرفونها قل له اخرى وانواع تجاريه الماتشا لاتيه احنا تعمدنا ننتقي اجود انواع الماتشا ونجيبها الماتشا المستخدمه فيها امانه باسم كم شريت امانه عليك اسالك بالله كم شريت كيلو الماتشا بس ابيك تصدم العالم كم؟ اعطيك اياها من الاخر ايه؟ تشرب احلى ماتشا في السوق والله والله العظيم عاد انا ما قد جربتها الماتشا بس يبي له خلطه الان خلطه بس اي لازم الخلطه سكر سكر تقريبا حدود ال 1200 ريال والله كم؟ والله كم اسعار انا اقول كل مره قال لي دفعه ودفعه هذا الماتشا منتجات طيبه ايوه اي هذا الماتشا يقول لك اصل ما ينبع الا في الكافيه الماتشا بعد ما خلطناها عطنا رايك يا ولد عمي عطنا رايك عندك انك شوي 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 لا ينفتح الغطا وتسبح ذي عندك 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 تعال ذي ماتشا عندك مو بشاي ذي مو بماي ذي يسرسح القلب ذي بعد بلي واحد ثاني ودي ترى خربان ذي بسلامة الله وين راح اللي شربها الحين كانوا خمس ثلجات الحين بقوا هنتين زغرتهم
اكتب اكتب قصايد يا ولد عمي اكتب 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 اعطيك جيبوا ياك يوميا ذا هذا زعفران اشرب الزعفران اشرب تبذير كذا ودي عندك 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 عدولة الظهر انه منقوب منقوب وين يروح يسرسح الله اكبر الفرنش توست يحضر على حسب الطلب داخل المحل يحضر نادر تحصل احد يحضر يا جماعة الخير بعضهم يحضر في معمل خارجي او اسر منتجة احنا لا انحضر عشان تاكله فرش طازج على طول شوفوا عينكم على الشكل يا جماعة الخير وعلى الهشاشة جاي معاه الايس كريم شوفوا كيف الطراوة يا جماعة الخير هش الفرنش توست يتميز دايما في هشاشة شوف السكين كيف تمشي شوف الهشاشة اقوى فرنش توست اللي يصنع محلي وتكون هشاشته جدا عالية طبعا هذا ممزوج شوكولاتة يا جماعة الخير عليه طبقة من القرمشة تاخذه مع الايس كريم الله. ايوه ودي عندك 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 شوي 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 فيك على طول فيج بس كله فيج ما انا تنبرطي يطلع فيك ترى عمك ما حد منافع مالي بعد عمري مالي مالك الا طيب خاطرك انا طيب خاطرك النوري انت قايل لك ألف مرة عقب استح على وجهك ذم برزقك لو رزقك انا اعطيتك اياه خلك مؤدب خلك مؤدب العقل زينة بني ادم خلى ما عمره يستور قايل ألف مرة شوف ان اذا تعيدها ما عمركم تصيرون رجاجيل ما عمركم تصيرون اوادم ما عمركم تصيرون لا 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 والله والله ذي لك والله يا النوري ذي لك والله ذي لك تعال تعال والله ذي لك تعال 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 والله ذي لك ذي تعال تعال بعد عمري ألف عافية حبيبي ألف عافية ها بدويش أدري إنك تعبت من الانتظار أنا بجرات أنا مقطوطة لا لا بشر بشر بدويش أدري إنك تعبت من الانتظار أنا أتبع عنك ذي الأكل لازم الاحترام الأكل قل بسم الله قبل لا أنا أقول لك عاد عباس نعاد فيك رايع كيف يا جماعة الخير طري طري يعني فريش لذيذ هش بصبعك تضغطها ضغط كيف يا ابو دويش كيف والله انها لذيذة وجميلة وطعمها خلنا اختصر لكم الموضوع الفرنش توست قوية وتفوز وتعالوا جربوها واذا ما عجبتكم قولوا خلوا حسابها على مرتضى يا الله سيبك لو احنا مقطوط فكلهم كلهم ولا تكبلين تكتصاب هاي في ثلاث مذاقات الصنابور وعندك كيكه شو اسمها هذه بدي خربط بدي خربط بدي خربط شوفوا يا جماعه الخير شوفوا يا جماعه كيف طريه شوفوا كيف شوفوا كيف طريه ذايبه تعطيك طعم مو طبيعي بالحقيقة؟ ايه والله العظيم اقسم بالله على مسؤولياتي اذا جاوا قالوا مش عارف قال سمسم هو اللي بيحاسبه 100% كل واحده ثانيه تبي واحده ثانيه؟ ايه والله ما يخالف ابشر كم واحده تبي؟ ابي واحده اثنتين جيبوا الشبكه خلوا يحاسب سمسم ترى احنا مو تاكل هنا سمردح يبا ما بسمردح كدينا عليك بما فيه الكفايه اقول لك لا تحيرني لا اطبك على وجهك الحين جيب اجرب على خير اللي جربها حبيبي انا قاعد اجرب لك انت تقول لي ما يصير يا اخوي خلاص عاد خلاص عاد ترى حتى اسنانك انا مركبهم لك اقول لا تسمعني يا اسنان الشعب الحين ما اعطيك اياهم اسمع لا تحمل صوت لهنا ماشي شعب هذا شيك ماتشا وينها شي ابي باكر يقول يا ابي باكر تبي باكر كراعين يعني الماتشا العصير الماتشا راح يعطونك اياه داخل راحة الخير هذه اسمها قهوة اليوم للي رايح الدوام يبي شيء جاهز على السريع هذه جاهزة صب تتوقعون بكم نبيعها بصدمكم وقايلين للشباب لا تتكلم عن اسعار لكن والله بقول بثمانية ريال فقط اسألكم بالله شفتوا السعر هذا ثمانية ريال جودة قهوة وديكور محل
وكل شيء متعوب عليه حتى الكوب. ما راح تاخذ كوب عادي، فك لي واحد. شوفوا الكوب كيف متعوب عليه، بثمانية ريال فقط للإخوان الموظفين حيك، ولا تتأخر، تجي على السريع يعطيك قهوتك وروح. ثمانية ريال. هذا داني اللي ما يعرفه عند برج الملحم، هذا برج الملحم وهذا داني. طبعا يا جماعة الخير، أنا من عشاق الجلسات الخارجية، ما أحب الأماكن المغلقة، فلذلك تعبت تعب شديد على الجلسة الخارجية. حاولت أني أطلعها بأجمل طريقة ممكن، حطيت لكم أرقى الطاولات والكراسي، وحطيت لكم شاشة عملاقة جدا، شوفت عينكم. أيوة شاشة 4K، وهذه الجلسة وهذه الرذاذ وهذه المظلات اللي بيجي في النهار. حطيت فيها الرذاذ عشان إذا جيتوا تجلسون في جو جميل، حتى لو كان الجو حار الرذاذ هذا يعالج لكم الجو قدر الإمكان. كم بوصة ذي؟ كيف تقاس ذي الشاشة؟ ما تقدر تطلع الرقم طبعا. ما تقدر تطلع الرقم. شاشة يا جماعة الخير والله اللي في برج الملحم لو يباس يطلع. اي نعم، انت اصقر واحد في متابعيني تاج على الراس، واكبركم تاج على الراس. طبعا يا جماعة الخير خلنا اقول لكم كلمة يعني لا رياء ولا شيء من الخاطر، والله بدونكم ما نسوى شيء، انتم اللي جعلتوا لنا قيمة. هل يخدمكم بس انا راضي، مكسبي رضاكم. ترى الشيء اللي قدمتوه لنا انتم ما ننساه، دعمتونا دعم كبير، طلعتوا اسمنا فوق. ما انسى متابعيني والله لكم الفضل الكبير على راسي، فوجودكم في المحل ذا صدقوني راح يسعدني، واتمنى فعلا المحل ينال على اعجابكم وملاحظاتكم محل اهتمامنا. الله يحييكم من بكره الساعه 4 العصر، وزي ما قلنا لكم افتتاح تجريبي، يعني الخطأ وارد، في أشياء ممكن نطور منها على حسب ملاحظاتكم، تجريبي. بعد شهر شهر ونص نفتح. أحس إنه علاقتنا مع بعض الفترة ذي مو بكويسة. ملاحظ ليش؟ لا أنا ملاحظ، وملاحظ إن أنت دائما تطول لسانك علي، ودائما ما في احترام متبادل بيننا. فأنا إيش أقول؟ أقول كل واحد يبي يروح في طريقه، خذ اللي لك وعطنا اللي لنا. وكلمتين رأس بس. أقول لك يا أخي سمسم، أنا ملاحظ آخر الأيام أن علاقتي معاك مو إيجابية. استريح حقي بعد نسيت حقي يا أخوي سمسم. الأسنان أقول لك لا تتكلم عنهم، انتبه لا تتكلم عنهم يا أخوي. حق عطنا أسنان يبا، وخلاص كلهم بطريقة. يا شال أعطيك أسنان، إيش أعطيك إياهم وعقد كذا شلوك، وأنا أخذ حقي وكل واحد بطريقة. اسمع، هذا أقول لك أنا جاب الألف اللي أعطتك إياه. حلو. إي نعم. أنت بعطيني ألف. إي أنا أبغاه كيف يا حقي يا أخوي سمس. الأسنان حقي وأنا ما أبيهم كلهم، عشان تعرف إن أنا رجال طيب. عطني اللي في الوسط وبخلي لك اثنين. تقول لي أعطي نص ضرس ما أعطيته. بس ده حق 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 يا أبوي أسنان حق. عطني عطني أسناني يبا. يما خفت قاعد أسوي زي كذا. يماي خوافني عشان تاكل عليهم. والله لا وشوفك تبلبط ما اعطيتك برص نص واحد. اي نعم لا وشوفك تبلبط، تعرف شلون تبلبط؟ عطنا اسناني. والله ما معطيك اياهم. اقول لك عطنا اسناني يا سويمي. اقول لك لا تزمر، عطني اسناني بالطيب احسن من اخذهم بالقوه. يما اي نعم قال عطنا بروس لقام. لا تفك الحين. هلا والله ويا مرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير، وشلونكم عساكم بخير. حياكم الله في الافتتاح التجريبي حق داني كافيه بالأحساء. إن شاء الله جودة المكان، جميع الخدمات راح تعجبكم بإذن الواحد الأحد. الكافيه اللي ميزه غير الجودة وغير الفخامة وغير التنوع، تنوع الجلسات، تنوع الأماكن، في كنبات، في زي المرجيحة، في جلسات انتظار عند البار، في طاولات، في أشياء جدا جميلة ومختلفة عن بقية الكافيهات. بإذن الله اللي راح يزور الكافيه راح تشوف شيء مختلف عن الكافيهات الباقية، حتى كجلسات خارجية، كشاشة، كمكان، كخضار، شيء متنوع فوق ما تتخيلون. بكرة إن شاء الله الجمعة الساعة 4 عصرة فيكون مفتوح. الله يحييكم وتنورونا
وبإذن الله راح تشوفون شيء مختلف. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، مكان شرح 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 وشيء فخم ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شو النظره ذي؟ تعرف شو مسوي انت يا اخي؟ هذه الجلسات الجديده اللي ما راح تشوفونها في اي كافي. هذه الجلسات بتكون جانبيه، هذه جلسات فوق ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، شيء فخم 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 ما شاء الله. هذه الجلسات اللي تكون خارجية ما شاء الله تبارك الله. الخضار كله حواليك، وهذه الشاشة العملاقة، شاشة بامتيازات وبدقة، شيء متعوب عليه ما شاء الله تبارك الله. أعطيكم ميزة في الكافيه جد جد، يعني بالعصر هذا البرج، برج الملحم، الشمس ما تجيك هنا، يعني تقدر حتى بالعصر تجلس ما تجيك الشمس، غير الجلسات وغير متوفر هنا حتى مظلات ما شاء الله. يعني الجلسة هنا بالليل رايقة، وفي مرشات ترطب الجو وتعطر الجو وتبرد الجو، شيء إن شاء الله راح يعجبكم. جلسات داخلية فخمة وهدوء وريلاكس، وجلسات خارجية أفخم وأفخم وأفخم. حياكم الله خير. قبت عنكم يومين جالس أبحث لكم عن المنفعة الحقيقية اللي الكل يبغاها. ما فيكم أحد ما يرغب بالمادة، والدخل مو الإضافي، الدخل المجنون. يعني كيف مجنون؟ مجنون يعني عادل راتبك مرتين، ثلاث، أربع مرات، خمس مرات، ست، سبع، عشر مرات، على حسب نشاطك ومحتواك تفاعل جمهورك معك. قبل كم يوم تكلمت وياكم عن المداخيل اللي تجي من الإعلانات، لكم تكلمت أنا عن نفسي، حدود تقريبا $700 في اليوم، تعادل لها 2000 وشوي يعني في الشهر، عليكم الحسبة. في غيري ما شاء الله تبارك الله في اليوم يطلع له $3,000، يعني في الشهر حدود $90,000 بالريال السعودي، في الشهر تقريبا $320,000. الشيء اللي أنقله لكم كثير يتحفظ عليه، ولكن أنا من بداية مسيرتي في السناب وكل حاجة أشوف فيها منفعة على طول أنقلها بدون أي تردد، بدون أي تردد ولا علي من أحد، حتى لو جاء أتكلم وياي فلان ليش كل ليش، ما أنا ما علي من أحد. الشيء اللي أبي أوصله لكم أن في طاقات موجودة في الساحة ما شاء الله تبارك الله قادرة أنها توصل وتنجم وتدخل في المسيرة هذه وتأخذ المبالغ هذه الخيالية. في ناس الآن فعليا منجمين، وجودهم وعدم واحد مو بنقص محتوى فيهم أو تقليلا منهم، لا، فيهم تبلد، مو عارفين كيف يستغلون هذا الشيء، كيف ينشطون أنفسهم، يتعبون على سناباتهم لأجل يحققون أرباح كثيرة. والله العظيم والله موجود، شوف كل الأشياء اللي جالس أتكلم معكم فيها، فيها دلائل موجودة عندي أبدا من شركة سناب شات نفسها. أيضا الناس اللي طلعت لهم خانة المكاسب وغلطوا في تعبئة البيانات، من اسم صحيح، من عنوان، من إيميل، من رقم جوال. خلال كم من يوم أنا جلست أتبحث لحد ما أني طلعت لكم بموقع تابع السناب شات تدخلون في بياناتكم لأجل تعدلون فيه البيانات حقتكم في داخل الطموح. من هذا الكلام اللي أنا جالس أوصل لكم، ودي والله العظيم أشوف ناس فعلا مستقبلا تجني تقول شكرا يا فلان، بيض الله وجهك، فتحت مخنا على شيء حنا ما كنا ندري. شركة سناب تعتبر الآن الأقوى على الإطلاق في الأرباح اللي جالسة تقدمها للناس بدون منافس، بدون منافس، بل الأقوى في الأرباح
من سنتين وشو أنا أتكلم ذاك الوقت لحد إني ما وصلت لمرحلة إني تعبت. في اللي تنبه لها وخذ، وفي اللي ما الله وفقه أو إنه صار عنده تبلد إلى آخره، وهذا واضح. واليوم جاية وأقوى وأقوى، سواء إذا الله وفقك عن طريق منصة الأضواء وجاتك مكاسب كويسة، أو عن طريق الناس اللي منجمة في مسيرة الإعلانات. هذا الشيء. الناحية الثانية من ناحية الإعلانات، في ناس كثيرة ما تقدر تدفع إعلان 8,000, 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 أو 50,000 للمعلن. بإمكانها عن طريق شركة سناب شات تدخل وتسوي إعلانات بمبالغ جدا بسيطة، تتخلل بين سنابات وبين القصص، تطلع بالديسكفر إلى آخره. جدا ممتازة للمبتدئين، أنا أنصحكم فيها والله العظيم، روعة روعة جدا. ويجي من وراها يعني حتى لو أنك ما بعت ينتشر الاسم حقك مرة ثانية، راح تبيع. شو المنصات الثانية اللي جالس تعطي مبالغ؟ تخبرون اليوتيوب ويعطي مبالغ شبه رمزية على المقاطع ما هي زايدة، وعندكم التيك توك يعطي عن طريق البثوث. ولكن لو سألتوا أنفسكم عن التيك توك مثلا، التيك توك أنتم تخبرون لو عطوا مثلا المشهور 30,000 نقطة دعم، 30,000 نقطة وش اللي بيجي لها من عندها؟ تجي لها تقريبا 500 ريال. متى تجي لها 30,000 نقطة؟ بيجلس بالساعات ترجي وتطلب وكذا وتحديات وإلى غيره، يجلس ساعات طويلة. يعني لو شفت تالي ذاك جاته 500,000 نقطة ولا مليون، يكون ضيع اليوم كامل وبطريقة، كل واحد له طريقة وتعب إلى آخره لأجل يطلع بهذا المبلغ، ولا بشرط بشكل يومي. تدرون الثلثين يأخذ التيك توك يعطيك بس ثلث، بينما سناب شات لا، الأرباح حقته تقريبا أنه هو يعطيك أنت الثلثين وهو يأخذ الثلث. شوفوا الفرق. بس الكلام اللي أقوله كثير أدري ما عندها خبر فيه، والله واثق. التيك توك إذا أعطاك 30,000 نقطة كم فيها؟ هي تقريبا 1,500 ريال، خذها من عندها 1,000 صارت لك 500، بينما انزلت لك الكريستالات 30,000 كريستالة تعادل لها 3,000 دولار. هذه حلال زلال عليك، اضرب 3,000 في 3.5 نقول 70 مو 75، 3,000 يعني تعادل لها فوق 11,000 ريال سعودي. حلوة جدا، انتم وياي. يعني مع احترامي للتطبيقات الثانية، الآن شركة سناب تعد شركة قوية، والله العظيم أني أتكلم ماني معلن لهم ولا شيء بتاتا، أتكلم من أجل منفعتكم، أقسم بالله من أجل منفعتكم. وأدري في طاقات راح تبدع، في طاقات أيضا موجودة عندنا فيها خمول راح تتغير. في التطبيقات الثانية حقة البثوث يجلس المشهور تقريبا حدود 12 10 8 7 ساعات على حسب هو وقوته، في النهاية يطلع له 40,000 ريال 30,000 ريال، مرات ما يطلع بهذا المبلغ. بينما لو ركز جمهوره كله عن طريق سناب ونزل لهم سنابات ويومياته، في اليوم لو جاته 3,000 ولا تعب كثير وما تقيد، وقت ما اخترت سناب اصورها الشهر كم؟ 90,000 دولار، يعني حدود 330,000 ريال سعودي. والله مبالغ ما يستهان فيها، بس أنا كاملة تعدي 4 مليون، قسما بالله أنها تعدي. شوية تفكير يبيلها، وكل واحد غادر مثل ما استوى فلان بيستوي فلان، ما في حد زود عن أحد. هنا يكمن الطموح والاجتهاد والإصرار لا أكثر، تتميز تنجح. ولو اني انا مستخدم لكل التطبيقات على فكرة يا جماعة الخير، محب لكل التطبيقات وعندي فيها مشتركين، التيك توك انا وجلال ربي والله العظيم، والله اني انا مرة بثيت وطلعت من التيك توك 2,700,000 نقطة على قدي. في ادري اني يطلعون في ناس 30 مليون 40 مليون بتحديات، طلعت لي من وراها تقريبا حدود 45,000 ريال سعودي. مع ذلك انا مو من النوع اللي يعني مو بجوي صراحة ان انا اجلس بالساعات واطلب وذا ويلا ودعمه وكذا، مو بجوي، ما الى الان ما حبيت الجو، ما ادري يوم من الايام ادخل فيه غيره، لكنه متعب صراحه، متعب. اللي يدخلون ايش فيه والله العظيم يشتغلون، والله انهم يتعبون بالساعات يجلسون، والله يتعبون. لكن سناب لها مختلف، في تعب لكنه مختلف عن ذاك التعب، يفرق واجد 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 والله.
خلوني اعطيكم دفعه معنويه، والله العظيم دفعه معنويه. قبل 4 سنوات انا كنت لا شيء في عالم سناب شات، ما لي فيه كلش بتاتا. جاء خطرت على بالي فكره، شفت واحد يسوي عروض كذا بريال او اقل وكذا، قلت خل اسوي، سميت سناب بريال، عروض على ريال. اروح للمحل كذا بدل ما يعطيني مبلغ، المبلغ هذا انزل في سلعته ويلا اصور ويجون الناس ويستفيدون، ينتشر اسمه وكذا. ما نجحت الفكره بتاتا، تحول سنابي كله الى ناس كلها بس همها الريال هذا، متى ما في اي تفاعل. كنسلته وانتقلت لمرحله ثانيه، حط اعلانات وظائف، امور كذا مالت فك مديونيات وكذا النظاميه وذا. ايضا شفت انها كمحتوى مستمر بهذا الشيء. تالي هالسنتين هذه ركزت على الشروحات، ولقيت نفسي في الشروحات بين يوميات خفيفه بين تصوير، والحمد لله وصلت المرحله اللي انا ابغاها. ما وقفت، بل في ذاك الوقت حطيت انا مبالغ في سناب. كل فكري ان الهدايا اللي تحطها تجيب لك جمهور. قسما بالله يا جماعه الخير لا حد يغلط غلطتي، عمر الهدايا ما جابت لك جمهور حبيبي. الهدايا تجيب لك جمهور، ياخذ هديتك ويروح. عندك محتوى اوكي تستفيد، ما عندك محتوى ما تستفيد. حطيت انا تقريبا حدود 100,000، لكن الحمد لله ال 100,000 هذه طلعت انا دبلات بعدها طلعتها انا، ما لكن حطاطي لها ما كان في محلها، ما كان عندي المحتوى اللي فعلا يستحق ان انا انشره. حتى هذه رساله لكل واحد، اذا عندك محتوى تحس فيه تفاعل وجميل عادي قدم هدايا. ما عندك محتوى مجرد بتصور يوميات ولا يعني بسوالف ولا دا ولا بصورتك، ما لك فيها، ما تستفيد. والله والله عمرك ما راح تتغير. محتوى المنفعه، محتوى الكوميديا راح يجيب لك جمهور، خذوها من عندك. حتى الهدايا اللي تشوفونها تقريبا خلال سنتين، على يقل حاط تقريبا 26 ايفون غير المبالغ. انا ما جيت حطيته وقلت تعال منشن واثبت لي ولا لا لا، والله كنت احطها كمحبه لجمهوري. حتى مو بشرط تكون نهايه السنابات اجل تشد وذا، لا دائما تكون في الوسط، ما لها ذاك الاهتمام يعني عندي. زين، ف يمكن البعض يشوف لما يجي يحط تعال ومنشر وانشر واثبت لي وكذا كذا. شوف اذا بتسويها وعندك المحتوى الصحيح الجميل اللي بيشد اوكي بتستفيد، ما عندك ما راح تستفيد. والله والله ما راح تستفيد. قدمت هديه زين، وبعد هديه جاوا اخذوا هديتك قالك يلا باي باي، ينتظرون يشوفوا بعد كم يوم اذا عندك هديه ثانيه، اذا ما عندك والله ما دروا عنك. لا حد يغلط غلطتي، سويت انا قبل 4 سنوات ما استفدت والله. واللي يكمن في داخله حب الشهره، هوس الشهره وانه يبي يصير وكذا، مثلي ومثل غيري، ما في احد ما يقدم على هذا الشيء وما في داخله محبه ولا. والله العظيم انه يتخانق اصلا، لو يشوف ارقام مشاهدات نازله ما نام الليل، يبي يشوف المحتوى ايش اللي ينزل، ما ينزل مرات ما ينزل.